يا حمودي ايش قد كان يعجبني اشوفك تطوطح وجالس عن وراك مخفر خسه اتطوطح شنو وقعتك سعودي اصلا اني كذيب ذيب امعط ولا حسيت اصلا من دخلت البيت ولا احد حس بي وانا شارب كلها قوطيتين مي شعير قوطيتين مي شعير لك بابا هذا مي شعير بيه مخدر خمر المهم سعودي ما علينا تعرف خياط مالقوط خياط مالقوط شو يسوي انت مو عندك قاط قاط باسك لك خلى عليه قوط وارد قاط ابيض للزفه قلت لي من عوده حضر قاط حمودي هو شرط القاط مال العرس يكون ابيض تعرف مو اني اتفائل باللون الابيض قلت لي تريد خياط مالقوط خياط والله وين ها تذكرت اعرف خياط مال دشاديش فصل لك دشاشه بيضه وتفائل بيها للدشاش شنو؟ شنو دا عب شوبي؟ دشاش يقول بابا اريد قاط ابيض بالصدق هم تحتاج دشاشه شنو من يزفوني اظل مقمط بالقاط لازم البس دشاشه